بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو نحاول نشوف تصحيح التمرين الأول من درس ثنائي القطب RL بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. يقول التمرين يمتي الشك رقم واحد تبيان التركيب على التوالي هو شيعة L معامل تحرضها L ومقاومتها مهملة وموصل أومي مقاومته R يساوي 5 كيلو أوم ومولد دي توتر منخفض وزويد الضرر بتوتر مثلثي كما كتلاحظوا مولد جي بي اف توتر اللي كيزود به الضرر توتر مثلثي ثم عندنا وشيعه ثم مقاومه ار قابله للتعدين. نعين على شاشه رسم التبدو توترين يو بي ام. لاحظوا هنا يو بي ام يعني التوتر الاول مرتبط ب اي بي ثم الهيكل، والتوتر يو دي مرتبط ب اي ا ثم الهيكل. نعين على شاشة رسم التبدو التوتر يو بي ام و يو اي ام الشكل اثنان. السؤال الأول يقول عبر عن التوتر يو بي ام بدلالة اي دو تي و ال. دونك نرجعو يو بي ام هو هذا. نمرو إلى الجواب الآن. أولا السؤال الأول لنعبر عن التوتر يو بي ام دو تي بدلالة ال و اي دو تي. كنلاحظو بأن يو بي ام هو يو ال. يو بي ام لدينا يو بي ام دو تي يساوي يو ال دو تي، يعني التوتر بين مربطي الوشيعة. حنا كنعرفو بأن التوتر بين مربطي الوشيعة يكتب على الشكل تالي ار اي دو تي بلس معامل تحريض ال دي دو اي دو تي على دي تي. بما ان في الحالة ديالنا ار يساوي صفر يعني مقاومة الوشيعة منعدمة، إذن التعبير سيصبح صفر، يعني أن يو بي ام تكتب على الشكل التالي يو بي ام يساوي ال دي دو اي دو تي على دي تي. جواب السؤال الأول. ثانيا السؤال الثاني يقول عبر عن يو ام بدلة ار و اي دو تي. يو ام لنعبر عن توتر يو ام بدلالة ار و اي دو تي. من الشكل نلاحظ ان يو ام يعني يو ام على هذا الشكل هو هذا يو ام يو ام، يعني يساوي ناقص ار لان عندهم منحيان متعاكسان. يو ام لدينا يو ام دو تي يساوي ناقص يو ار دو تي. ونعلم ان UR يساوي R فوا I لأن التوتر مع تلك الربيع من الحين متعاكسان، دونك يساوي ناقص R I دو تي، يعني UAM دو تي يساوي ناقص R I دو تي. جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث استنتج العلاقة يو ام يساوي ناقص ال على ار دي دو ام على دي تي. ثالثا لدينا حسب السؤال السابق يو بي ام يساوي ال
D de I de T. Voilà. D, T. Wa, U, A, M de T. U, C, V. Moins R de I de T. Maintenant, de la halaqa. Nasbo. I de T. I de T. U, C, V. Naqis. U, A, M de T. Voilà. R. يعني إذا حسبت لا ديريفي يعني دي دو اي دو تي على دي تي يساوي ار تابيتا يعني ناقص واحد على ار ممكن نخرجها على لا ديريفي على الاشتقاق دي دو ا ام على دي تي. هذا التعبير نسميوه طوال هنا العلاقة نسميوها رقم واحد. نعوض في واحد نحصل على U B M U B M يساوي U B M قلنا يساوي L D دو I على D T يعني نضربها في ناقص واحد على R D دو A M على D T يعني أن U B M العلاقة النهائية T يساوي ناقص L على R D دو A M دو T على D T. دونك لاحظوا بأن رجعت العلاقة الأولى اللي مطلوبة مني، ألقى هنا واحد الخطأ بسيط هنا بي بي إم وليس U A M. رابعا نلاحظ أن التوتر U B M مربعي والتوتر U A M مثلثي. علل ذلك. دونك التعليل نرجع للشكل، الشكل كما ترون Y A اللي هو Y A اللي هو U A M U A M. دونك Y A يساوي U A M كنلاحظوا بأنه مثلثي. ثم Y B هي U B M مربعي. لماذا؟ على لحظة U قلنا سابقا بأن U A M U A M يساوي ناقص R فوا I. U A M يساوي ناقص R فوا I دو T يعني U A M دو T توتر مثلثي U A M مثلثي لأنه يتناسب مع شدة مع التيار الكهربائي. ونحن نعلم بأن التيار الكهربائي قلنا بأنه مثلثي مولد لكي يمدنا بتيار بتوتر مثلثي. إذن U A M مثلثي. لماذا؟ لأن التيار مثلثي. الآن U B M قلنا بأن U B M يساوي موان L سور R دي دو U A M على دي تي. نلاحظ أن U B M تتناسب دو تي تتناسب مع دي دو U A M دو تي على دي تي اللي هي بين قوسين اللي هو توتر مثلثي. U A M U A M توتر مثلثي U A M. اوكي اذا كان U A M توتر مثلثي فإن المشتقة يعني دي دو A M على دي تي غيكون توتر مربعي. قلنا التوتر U A M مثلثي يعني
على شكل دالة تألف، يعني يكتب على شكل U A M يساوي ألفا تي بلس بيتا. إذا درنا لا ديريفي دي دو U A M سور دي تي يساوي ألفا اللي هي كونستانت. حنا كنعرفو بأن U B M يساوي ناقص L سور R دي دو U A M سور دي تي، يعني لو عوضنا هذا بألفا غنلقاو موا ال سور ار فوا ألفا، وهذا العدد عدد ثابت. يو بي ام يو بي ام في هذا الجزء يكون ثابت، نفس الشيء بالنسبة للجزء الثاني. وبالتالي إذا كان ثابت يعني أن يو بي ام غيكون مربعي، توتر مربعي يعني يكون بهذا الشكل يو بي ام مرة سالب مرة موجب. هذا هو معنى ديال يو بي ام مربعي. نمر الى السؤال الموالي. احسب خامسا، احسب قيمة معامل التحريض الذاتي للوشيعة ال. خامسا لنحسب ال، لدينا U B M دائما يساوي ناقص L sur R D du A M على D T. يعني ممكن نحسب L، إذن L يساوي R moins fois U B M de T على D du A M de T على D T. على العلاقة اللي غنستعملو في الحساب. الآن باش نحسب خصني الشكل، دونك غنرجع للشكل، غناخد هاد الشكل دونك. قلنا U A Y A هو Y A تقال Y U عفوا U A M، و Y B يساوي U B M. دونك نرجعو للتمرين نشوفو الحساسية الأفقية والحساسية الرأسية. دونك الحساسية الأفقية 0.2 ملي سكوند باغ ديفيزيون، دونك 0.2 هنا 0. حساسية الأفقية 0.2 ملي سكوند باغ ديفيزيون، يعني كل تدريجة كتساوي 0.2 ملي سكوند. ثم الحساسية الرأسية بالنسبة لكريك ب 0.2 فولت باغ ديفيزيون، بالنسبة لكريك ب كريك ب 0.2 فولت باغ ديفيزيون، بالنسبة لكريك أ يساوي جوج فولت باغ ديفيزيون. إذا نرجعو للعلاقة ديالنا، قلنا بأن ال يساوي ناقص ار يو بي ام دو تي على دو دو اي ام على دي تي. بالنسبة ليو بي ام دونك في المجال من صفر، يعني من هنا من صفر حتى النقطة الثانية اللي كتمثل 0.4، صفر حتى 0.4 ملي سكوند، يو بي ام كتساوي بالنسبة ليو بي ام تدريجة، كل تدريجة كتساوي 0.2 فولت. دونك ناقص لأنه سالب بالأزرق، باللون الأزرق ناقص 0.2 فولت يو بي ام. بالنسبة في نفس المجال 0 دائما حتى 4 0.4 ملي سكوند. كنلاحظوا بأن يو ا ام
عبارة عن دالة تألفية U A M تكتب على شكل ألفا دو تي بلس بيتا، دالة تألفية لأنه مستقيم لا يمر من أصل المعلم. دونك لنحدد ألفا وبيتا، نحدد ألفا وبيتا. دونك ألفا هو المعامل الموجه، دونك ممكن نحسبو ألفا يساوي دلتا U A M على دلتا تي، تغير توتر U A M على تغير الوقت دلتا U A M. دونك U A M كيساوي، يعني ناخدو بين هاد النقطة بين هاد النقطة نديرها بلون مغير U A M بين هاد النقطة. دونك فهاد النقطة U A M كتساوي هنا الحساسية الرأسية جوج يعني أربعة ناقص القيمة الثانية اللي هي هادي، دونك ناقص أربعة، هنا ناقص أربعة وهنا أربعة، باش نوضحو. دونك ناقص أربعة على دلتا تي الوقت المقابل هنا هو صفر فاصلة أربعة ناقص تي في هاد النقطة هي صفر، دونك ناقص صفر ونضربو، منساوش في عشرة أس ناقص تلاتة باش نحولو ملي سكوند لسكوند، دونك يساوي تمنية على صفر فاصلة أربعة في عشرة أس ناقص تلاتة، يعني ألفا يساوي تمنية على أربعة في عشرة أس ناقص اتنان، يعني ألفا يساوي اتنان في عشرة أس اتنان. إذن U A M تساوي عفوا هنا عشرة أس ناقص أربعة، يعني عشرة أس أربعة. U A M تساوي اتنان في عشرة أس أربعة دو تي بلس بيتا. الآن دي دو U A M دو تي على دي تي يساوي لا ديريفي غتعطينا جوج في عشرة أس أربعة. إذن الآن ممكن نعوضو ال، قلنا ال يساوي نرجعو للعلاقة الأولى اللي كتبنا، ال ناقص ار ناقص ار يو بي ام على دي دو يو ا ام على دي تي، تطبيق على دي ال يساوي ناقص ار هي 5 كيلو اوم، 5 ناقص 5 في 10 اس 3، يو بي ام حسبناها يو بي ام ناقص 0.2 ناقص 0.2 على 2 دي دو يو ام اللي هي 2 × 10^4. دونك ممكن نحسب ناقص مع ناقص غتمشي، غتبقى لينا 5 × 10^3 في 10^-1 على 2 × 10^4. الآن ممكن نختزل اتنان مع اتنان، دونك 10 ال يساوي ال يساوي 5 × 10^2 على 10^4 اللي هي 10^-2، يعني 5 ال يساوي 5 × 10^2 فرد اللي هي ال يساوي 50 μF. السؤال الموالي يقول احسب الطاقة القصوية ام المخزونة في الوشيعة، الطاقة القصوية سادسا الطاقة القصوية المخزونة في الوشيعة، المخزونة في الوشيعة
E M يساوي واحد على اثنان L I max au carré كيساوي واحد على اثنان L U ناقص U A M على R تو أو كاري، لأن كتبنا من قبل بأن U A M يساوي ناقص R I دو تي. إذن E M يساوي واحد على اثنان L U A M max هنا خاصني max على R أو كاري هنا أو كاري. تطبيق على دي نلقاو M يساوي واحد على اثنان L هي خمسة في عشرة أس ناقص اثنان، خمسة في عشرة أس ناقص اثنان مضروبة في يو أ إم اللي هي دونك يو أ إم ماكس. غنرجع للشكل يو أ إم، يو أ إم اللي بالأخضر ماكس هي أربعة، دونك يو أ إم يساوي أربعة أس اثنان على R. القيمة ديال R هي خمسة كيلو أوم، دونك خمسة في عشرة أس تلاتة الكل أس اثنان، في عشرة أس تلاتة الكل أس اثنان. دونك نبسطو واحد على اثنان في خمسة في ستة عشر على خمسة في خمسة، ثم مضروبه في عشرة أس ناقص اثنان على عشرة أس ستة. الآن ممكن نختزل خمسة مع خمسة، ثمانية مع مع اثنان، تبقى لي ثمانية في عشرة. دونك هنا عشرة أس ستة غطلع البسطة تولي عشرة أس ناقص ستة، يعني زائد ناقص اثنان يعني ناقص ثمانية جول. إذن الطاقة المخزنة في الوشعة كتساوي 8 في 10 أس ناقص 8 جول. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.